شبك يا ابي؟ اليوم من اول ما اجيت على الدكانه كان وفرت كني. ما في شيء يا ابي، ما في شيء. ابي عصام، انت سمع لك شيء شغله يناح ناح على صارق سعيد؟ لا، ليش شو عامل يا ابي؟ مو عامل شيء يا ابي، لا توعى افكارك الله يرضى عليك، انا امبارح هيك شايفها بالمنام لاختك بوران هي عم تبكي وتناديلي وتعيط. والله فزت من النوم قلبي يا موتني لك ابي. اي والله. ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله خير. يا رب. ابي دير بالك الدكان. ايه. انا واصل عند اختك بوران طمن عليها. ايه امرك يا ابي. يلا. يلا. مع السلامة يا ابي.